بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم ريان وسيم زد. كلاش اوف كلانز، والله ما أدري متى آخر مرة نزلت كلاش، يمكن من 3 شهور تقريبا أو أكثر. فرجعنا لكم والقرية متغيرة عليكم، أنا أدري. برضو هذا المقطع قصير، ليش؟ لأن الحين الساعة 3 ولازم أنام، لأن بكرة عندي معرض. عندنا معرض اللي هو بلوكت كوميونيتي، هذا سناب حقي، فتابعوني عشان انتم الحين قاعدين تشوفون المقطع هذا الساعة 7 المغرب، فانا الحين في المعرض، فاضيفوني عشان تشوفوني في سناب شات. طيب ان شاء الله يعني. طبعا الحمد لله، اليوم راح نهجم هجمة حرب، بس قبلها بوريكم وش سالفة القرية، وش فيها، وش عدلت فيها، وش كانت، وش صارت. اول شيء خلونا نوريكم، طبعا نازل تحديث جديد عشان بعد من كثر ما انا ساحب على كلاش. نزلوا جنديين اللي هو بيبي دراجون وشيء ثاني اللي هو ما ادري شو اسمه بالضبط، اصبر خلينا نشوف اسمه، افتح اسمه ماينر. في البيبي دراجون اللي هو هذا، وفيه الماينر، فهذول الجنديين اللي نزلوا جدد. لا والله في بعد جندي ثالث ما وريتكم اياه بالنسبه يعني للقناه دي. وين الجندي الثالث؟ هنا اللي هو هذا بولر، اتوقع اسمه بولر، هذا يرمي كذا كانه بولينج ما ادري. فيب هذا بخصوص التحديثات الجديدة حقت كلاش كلانس. بوريكم قريتي وش صار فيها ايديت. اوه والله غير قوام، صدقون توني ناظرها معكم والله. فوتو مود، الو ابغى ارجع. اوكي فيو وولز. اوه والله حركات، والله يفك ازمة ذي الحركة ذي شيء. الو ذا شيء يفك ازمة، واو. المهم خليني اوريكم زين كذا عشان يوخر الجنود ووريكم. السور حقي كله ليفل 9 وبديت على ليفل 10، فشي حلو مره. خلينا نرجع الاول. والله ايش وش هذا؟ هذا القنابل، اوكي. وهذا ايزي اوف، ايش هذا؟ اوكي مو فول، لا لا فك فك. اوه حلوه، يقطعهم يا عيال. والله التحديث الجامد، التحديث الجديد جامد والله العظيم. هذه ترى توني استكشفها معكم، ف شيء خرافي. المهم اني وريتكم السور، ما السور، خليني اوريكم جنودي والملوك حقيني. الملوك يا طويل العمر والسلامه، الملك ليفل 20 والملك ليفل 21 وما زالوا قيد التطوير. بس هذا تقريبا قريتي. ماكس بيت 9، وما ادري صراحه، انتم قولوا لي في الكومنتات، ما ادري متى احول بيت 10، وش رايكم؟ انا والله ما ادري متى احول بيت 10، بس احس يعني لين استمر على الاقل اوصل للسور، السور ليفل 10، اوصل على الاقل نصه ليفل 10 وبعدين اشوف اطب ولا ما اطب. غير ان عندي بيبي دراجون، ممكن اذا فتحت البراكس كلها ولفلت ليفل 3 اللي هو ماكس او 2 ماكس بيت 9 ما ادري، وقتها اطب بيت 10. طيب عندنا حرب حاليا، خلني اوريكم وش وضع الكلان. والله الكلان قاعدين ندخل حروب صعبه صعبه مره. فهنا 4 فوزات متتالية، ثم 3 خسائر متتالية، ثم فوزين، خسارة فوز خسارة فوز. فهذه الحرب تقريبا مضمونة. ليش تقول لي ليش مضمونة؟ أول شيء ضيع الهجمة الأولى، ما جابوا فيها ولا نجمة، هذا الشيء الأول. شيء ثاني، قرياتهم لا باين إني دايخ، قراهم بدون دعم، فهالشيء راح يساعدنا. طيب خلنا أوريكم القرية اللي راح أهجم عليها، طبعا كل واحد على رقمه، فرقمي 5. شوف رقم 5، انا شيكت عليه قبل فشفت قريته، فيه اير ديفنس برا، في 2 جنب بعض اير ديفنس، يعني باقي لي واحد هناك، يعني مديني ومديني نخلص بالملكة، نذبح الملكة ونذبح او نكسر اير ديفنس مع بعض في دخلة واحدة، هذه سهلة، خصوصا ان الكلان كاسل ما عنده، شوفوا كيف فاضي 0 من 30، فمعناته ان لازم ندخل من هنا. طبعا سويت جيش، لازم ندخل من هذا الجهه نكسر بالزلزال، عشان تعرفون اني قديم تدرون من نزل الزلزال وانا ما نزلت عن كلاش. بنحط زلزال هنا، نذبح الملكه ونكسر الاير ديفنس ان شاء الله. وهذا ودي اكسره برضه، بس ما ادري كيف اكسره، يمكن نزل الملك لا الملك والملكه ما يقدر، ما ادري كيف اكسر هذا. نشوف الوضع. يلا بسم الله، خل نسوي اتاك، كل شيء جاهز. انا والله دايخ يعني، ان جبت العيد اهلا وسهلا. طيب اول شيء نسويه نكسر هنا. طيب كسرنا ام السور، ندخل بال
الجولم والملك، وش رايكم؟ الجولم والملك. اوكي حلو، عشان الملك لا تشطح. حلو، ايوه خشيت قدام. هنا راح ننزل الملك عشان يكسر الاير ديفنس اللي برا. اذا انكسرت الثنتين هذه خلاص بتسهل علينا المهمة. الملكة راحت، باقي الاير ديفنس اليسار، يا سلام. والاير ديفنس اللي على اليمين برضو راح، فشي حلو. طيب الحين عندنا نحتاج نخش من هنا. اوكي سلام. اوكي كم نجي من العيد شوي. طيب نحط هنا، نحط هنا. ترى تأخرنا مرة تأخرنا بالبالونز، ما سوينا، ما حطينا بالونز الا متأخر. نحط هنا برضو تسريع. والله تأخرنا واجد، والله تأخرنا واجد. يب عيدنا. شكلها نجمتين فقط. يب شكلها نجمتين. تأخرنا مرة بالبالون، مرة تأخرنا. آخ يلا عوافي. ولا تتوقع أن يمدي؟ والله باقي بالونز واجد، بس هل يمديهم؟ هل بيوصلون؟ والله الأرشرز، والله بثارة الأرشرز. هل يمدي ولا ما يمدي؟ يمدي ولا ما يمدي؟ يمدي مسح ولا ما يمدي؟ يمدي ولا ما يمدي؟ إن شاء الله يمدي، إن شاء الله يمدي، إن شاء الله يمدي. حلو إن شاء الله يمدي. ما أدري عاد، بعتمد على الوقت، بعتمد على الوقت. كل شيء ممسوح تحت وما عندنا إلا اثنين. لا ما أظن يتمسح يا عيال، ما أظن يتمسح. عندنا دقيقة واحدة بس، ولا بيبي لافا أو اللافا الصغير هذا ما في إلا حبتين منه. عشان كذا أنا تأخرت مرة في اللافا، أو لا نزلت اللافا مبكر وتأخرت في البالونز. الحين بس باقينا ننظف القرية بس، هذه يعني نعتمد على الوقت. إذا في وقت مسحنا، ما ظنيت في وقت للأسف. لا في قطع أم القهر، ما في وقت. شفت كيف ما في وقت؟ هذا الشيء يقهر لو يتفرقون بس. شوفوا الملك قاعد يهبل فينا. تصدقون في وقت، في وقت، في وقت. يلا يا سلام مسحنا. والله الدقائق الأخيرة. حلو مسحنا، مع أن ارتكبنا غلط مرة قوي. نزلنا اللافا ثم تأخرنا شوي، يعني أجزاء من الثانية عبال ما ننزل البالون. جبنا العيد فيه، لكن كويس مسحنا أم القرية. الشات تغير مرة. خلنا نكتب للشاب لطيف. الشات تغير مرة، لو تلاحظون هنا مرة متغير الشات. فيه نظام جديد اللي هو تشالنج، تقدر تسوي كذا تشالنج وتخلي أي واحد يختار، أو واحد يتحدى قريتك. أنا واحد يتحدانا عشان أوريكم. هذه شيء جديد حلو، يعني شيء يخلي يعني في متعة بين الكلان. تسوي لك مثلا تصميم جديد وتقول للي في الكلان يا عيال تحدى أحد يهزمني. أنا حاليا أصور الساعة 3، فما في أحد موجود في الكلان إلا الشاب اللطيف. ما في جيش للأسف. نايت يقول ما في جيش. فهذه السالفة، انك تسوي تشالنج ثم يسوي لك تشالنج، بس طبعا ما راح يخسر من جنوده ولا راح يخسر من مواردك، بس للمتعة يعني فور فن. يدخل يهجم على قريتك، يدعسك، او والله مسحت قرية كانوب، يطلع. فهمتوا كيف؟ فهذا شيء من الاشياء الحلوة. والله التحديث مرة فيه اشياء كثير، لكن ما تعمقت فيه زي ما قلت لكم. اوكي رجعنا لكم. اول ما قفلت القاتو، في شخص راح يجي علينا اللي هو محمد 774. اوكي خلينا نشوف. طبعا هو بيت 9 وجنوده وملوكه مش ولا بد، فغالبا نجمتين ما راح يمسح، بس بيجيب نجمتين. خصوصا ما عندي دعم، يعني لو عندي دعم ممكن يقروشه وبيجيب نجمه واحده، لكن في هالحاله راح يجيب نجمتين انا متاكد منها. كنا تأخر شوي ما نزل الملوك. اوكي نزل الوزرد وراهم، حاط تسلا برا فبهذل ام الوزرد. اوكي وقتل اغلب الوزرد، شيء حلو. طيب نزل الجولم في الدعم وخش بالجنود. طبعا هذول زي ما قلت لكم الجولم اللي نزلهم ما راح يعني ما راح يروح عليه، راح يبقى بالجنود بس يهجم للمتعة يعني فور فن. خلينا نشوف تقريبا راح يضمن الهجمة الثانية. غالبا ايه
غالبا إيه إلا إذا. يب لوزر قاعد يكسر في هالبيت وكل الدفاعات مشغولين مع الجولم اللي تحت على اليسار. كل الدفاعات مشغولين مع الجولم اللي تحت على اليسار، ما في الا وزرد واحد قاعد يضرب في هالبيت وراح ياخذه. والله قهر. طيب زي ما قلت لكم نجمتين صح يا محمد، جاب نجمتين رغم ان ملوكه ضعيفين مره، ملك 8 ولا ملك 10. ايوه شكلها مو بنجمتين بعد، شكلها مو بنجمتين. والله الملوك مره ياثرون. طيب ما بقى الا بربريان واحد بس قاعد يكسر بهالجولد، راح يمدي ياخذ نجمتين بيكسر الجولد، راح ياخذ راح يكسر مصنع راح يكسر مخزن الجولد ويروح على مخزن الاكسير او مصنع الاكسير ويشيله. فبكذا راح ياخذ نجمتين. طبعا حطون لك فوق سبكتيتر، قبل شوي كان فيه 2 سبكتيترز والحين ما في الا واحد اللي هو انا. مره اللعبه صار فيها تحديثات حلوه تحسن اللعبه، غير انهم اضافوا بوشن جديد او بوشن جديد، مشروب جديد كلاون اسمه كلاون، ما ادري ايش سالفته الى الان. فنشوف يب ضمن النجمه الثانيه. يعطيك العافيه محمد، هذا توضيح لسالفه ان احد هجم عليك. طيب يعطيكم الف عافيه على المشاهده، اعذروني عن المقطع قصير، عاده اهجم هجمتين كل حلقه كلاش، اذكر من زمان لازم اهجم هجمتين. بس ان شاء الله انكم استمتعتوا، خصوصا ان مسحنا قريه واحد جبنا منه 3 نجوم والحرب مضمونه، مضمونه جدا يعني. هجمه ثانيه اتوقع بهجمها موارد، وراي حمري عشان وراي وراي سور يا حبيبي، وراي سور ليفل 10. فيعطيكم الف عافيه على المشاهده، كان معكم اخوكم ريان اوسم زد، لا تنسون اللايك وفضل سبسكرايب.